ينضم إلينا من رام الله محمد دهواش الكاتب والمحلل السياسي. سيد محمد، يعني هذه ليست المرة الأولى التي اتخذ فيها مثل هذا القرار، هل تعتقد أنه من السهل أو من اليسير تطبيق ذلك؟ لا، هو يعني إعلان سياسي للتطبيق الفوري ورمي الكرة في الملعب الأمريكي والإسرائيلي، والأمريكي بشكل أساسي، لأن الولايات المتحدة كانت هي الشريك الرئيسي في عملية سياسية استمرت ربع قرن، وكانت هي يعني المانع أمام يعني تطبيق الاتفاقات بالمفهوم الفلسطيني والمفهوم العربي والمفهوم الدولي الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضايا الحل النهائي أي اللاجئين والقدس والمستوطنات وكل يعني القضايا المؤجلة إلى الحل النهائي. رمي الكرة، الإعلان السياسي الفلسطيني هو رمي الكرة أمام الذين رأوا هذه العملية، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحدث إلى الفلسطينيين مرة أخرى أن تعترف أولا وقبل أي شيء آخر بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، أي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، ومن ثم دعوة الفلسطينيين إلى التفاوض مع إسرائيل والالتزام بالضغط على إسرائيل من أجل قبول هذا المبدأ. طيب، ويجب يعني على إسرائيل أيضا عندما تريد هل التفاوض هناك مع ضرر؟ يعني ما هو الضرر؟ قبل سيد محمد، ما هو الضرر الذي يقع على إسرائيل والولايات المتحدة جراء هذا القرار؟ يعني غياب السلام سيشكل ضررا كبيرا على إسرائيل وربما على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الآن على مستوى سياسي هناك موقف منعزل وموقف لا يؤيده أحد على الإطلاق. الاتحاد الأوروبي يرفض يعني الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية ويرفض صفقة القرن، روسيا والصين ترفض، دول عدم الانحياز ترفض، الدول العربية بالطبع ترفض وتقف إلى جانب الفلسطينيين بشكل عام، وهناك موقف منعزل أمريكي وإسرائيلي حيال يعني الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية، وهناك يعني مواقف غير مسبوقة في التاريخ السياسي أن تدعو الولايات المتحدة وسفيرها في تل أبيب إلى ضم الضفة وضم أراضي فلسطينية وضم حقوق فلسطينية وأراضي فلسطينية إلى دولة أخرى محتلة، هذا لم يسبق، وبالتالي صحيح يعني حيثية يعني هذا القرار قرار سياسي واضحة بالفعل، لكن فيما يتعلق بالتفاصيل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني ألا تتضرر من هذا القرار أو وقف هذه الاتفاقات؟ يعني هذا أمر يحتاج إلى دراسات قانونية ويعني معمقة، و حتى الآن إسرائيل لم تعلق على الإطلاق، لأنها إذا وافقت فإنها ستتحمل المسؤولية عن حياة السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال، وهذا أمر ليس سهلا بالنسبة لإسرائيل وليس سهلا أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر يتعلق بكل حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه في العمل والتحرك والحياة والتنقل ويعني كل ما يتعلق بالحياة اليومية، وبالتالي هذا أمر ليس سهلا، ولذلك لم تعلق الحكومة الإسرائيلية بعد على هذا القرار، وأعتقد أن هناك قد تكون هناك دراسات وقد تتبع ذلك دعوات حقيقية يعني إعادة تفكير أو إصدار بيان سياسي أمريكي إسرائيلي بأن الضم غير موجود على الطاولة وأنه سيكون فقط من خلال المفاوضات مع الفلسطينيين، وبالطبع عندما يصدر قرار من هذا النوع الفلسطينيون لا يقبلون بضم أي قطعة أرض من الأراضي الوطنية الفلسطينية إلى إسرائيل في أي مناسبة، وكانت في المفاوضات السابقة كانت هناك دعوات لتبادل أراضي، عندما يتم الحديث عن مصير أرض أو قطعة أرض تريدها إسرائيل كان يتم الحديث عن تبادل أراضي بنفس النسبة والقيمة، وبالتالي هذه دعوة لإسرائيل للتفكير مجددا بكل سياساتها المتغطرسة والتي تنكر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة وفي إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإنهاء سيطرتها على الشعب الفلسطيني والتحكم بمستقبله ومصيره، ولذلك هذا إعلان سياسي مهم جدا وسيكون له تبعات كبيرة وخطيرة ومصيرية أيضا. إذن سيد محمد دهواش الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.